حاليا دلوقتي يجي معايا ان احنا نقرا اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف اجابات حضراتكم. وكان سؤالنا مواصله الزمالك الاستعداد لمواجهه الداخليه في بيجاز مصر. ندى السيد او السعيد، مساء الورد عليه ندى السعيد، مساء الخير عليك يا ما، بشكرك جدا. بتمنى منهم انهم يلعبوا بروح وعزيمه والضغط من اول المباراه والاستحواذ على الكوره، وان نتفادى الاخطاء الدفاعيه، وباذن الله نقدر نفوز على الداخليه في اولى مباريات كاس مصر الجديد. عبد الحفيظ، مساء الخير عليك يا مجد، بشكرك جدا. اتمنى من اللاعبين التركيز ويكونوا استفادوا من المعسكر ومواصله الانتصارات واعطاء فرصه لبعض الناشئين المميزين التصميم على الفوز بكاس مصر، وان شاء الله تحياتي زملكاوي لاخر العمر. انجي الونش، مساء الخير عليك يا مجد، بشكرك جدا يا انجي. بتمنى من اللعيبه التركيز وانهم يلعبوا بروح وعزيمه واصرار على عدم الهزيمه حتى اخر دقيقه في المباراه، وانهم بيلعبوا بجديه من اول المباراه والاستحواذ على الكوره، ونتفادى الاخطاء الدفاعيه، واهم حاجه زياده الثقه، زياده ثقه اللعيبه في نفسها. وبالتوفيق يا رب ان شاء الله.